تصدق الأحلام، أنت اللي أنتظرك عمر وأنت اللي أصحالك ونام. من غيرها كريستيانو رونالدو اللي يستاهل أن ننتظره عمر ويستاهل أن نصحاله وننام. لا تقولوا ما أقدر أجيبه، لا تقولوا هذه صعيبة، يا أجيبه يعني أجيبه لو كان تحت الحراسة. هذا هو لسان حال النصراويين بخصوص قدوم وتوقيع كريستيانو رونالدو رسميا لنادي النصر السعودي في صفقة تعد الأغلى والأكبر في تاريخ كرة القدم، حيث أن المبلغ المدفوع لكريستيانو رونالدو لم يدفع لبيليه في زمانه، ولم يدفع لرونالدو أيام مجده، ولم يدفع حتى لليونيل ميسي. رونالدو نصراوي، رونالدو أصفر، رونالدو في الدوري السعودي، رونالدو في الخليج، رونالدو يمثل نادي النصر وجماهير نادي النصر السعودي. بكل أمانة وبكل مصداقية نقول من القلب مبروك علينا كلنا هذه الصفقة الكبيرة، هذه المتعة الكروية الكبيرة القادمة إلى نادي النصر السعودي. قالوا وطالوا، قالوا وطالوا، كانوا عند كلامهم وكانوا قد كلامهم النصراوية. البعض قال مين رونالدو في النصر؟ لا يمكن، مستحيل، لكنه ليس مستحيل يا سادة. الأحلام تتحول إلى واقع مع نادي النصر السعودي العالمي، ورونالدو العالمي مع العالمي. كيف نتوقع مع نادي النصر؟ كيف نتوقع الانسجام؟ كيف نشوف التفاهم؟ وين بيسكن؟ وين بيروح؟ شو بيسوي؟ كيف بيكون يومه؟ كل صغيرة وكبيرة راح نغطيها وراح نكون معاكم فيها بإذن الله تعالى. مبروك يا النصراوية، تستاهلون. من تقدم إلى تقدم، هل راح يفرق وجود رونالدو مع النصر أم ما راح يفرق؟ أكيد راح يفرق، المنطق يقول إنه راح يفرق بإذن الله تعالى. عن نفسي سعيد جدا وأبارك للأمة النصراوية، للعالميين، للصفر، هذه الصفقة الجبارة اللي راح تجلب المشاهدين من كل بقاع الدنيا، من كل بقاع الأرض إلى الدوري السعودي وإلى نادي النصر. عساها سعيد ومبارك، وبنكون أول بأول معاكم في كل ما يتعلق برونالدو ونادي النصر بإذن الله تعالى. ولا تنسوني من اللايك والفولو.